تجيب مليون. عايزين نقبض نقبض فيها قبض ما رجاله اللهم صل على النبي. ملاحظ الورشه حط بركته والراجل طيب دوه وبيشتغل بنفسه والاستاذ سعود وصل للساعه 12 وما مشاش يعني حاجه النهارده والله تكون الصوت معايا يا صاحبي عايز ايه الله ينور يا استاذ ابراهيم محرك الونش اللودر ده الله ينور حاجه 10 على 10
احنا اي خدمة يا فريد؟ اي خدمات؟ عينينا ليك. محمد سيد؟ لا محمد سيد ما شفش وش هنا. هو الله ينور ابو عبد الله. ايه الاخبار يا محمد؟ تمام الله ينور. ماشي يا راي، خلص الموضوع. حمل الوش يا أولاد، حمل الوش يا عمر. تعال ما ضكش الواير يا مصطفى، روح يا ملاد ظبط الوش ده وتعال. نرجع تاني للمحرك الكامنز، مركب على ونش لودر، نزلت الوش. الله ينور عليك يا اخي القصير. طبيعه الشغل ومحبه الرجاله مع بعضهم هم بيقفلوا، وربنا يبارك في الورشه وناس الورشه كلها. ابو رضوى اخبارك؟ شد حيلك. بنور صيانة مخرط الكرنكات من رجالة الورشة الأستاذ محمد سيد والأستاذ فريد. صيانة لمخرط الكرنكات بيقوم بها الأستاذ محمد سيد وفريد، فريد صلاح. اللهم صل على النبي. الجماعة خراطين وفي نفس الوقت بيصينوا معدتهم علشان الشغل ما يوقفش، وطبعا تقل دوا كله نزل من على المخرطة. والله الله ينور عليكم وتستاهلوا احسن مكافأة. الله ينور استاذ محمد سيد. وعليك يا عم.